عنده 6 سنين، انا اخدت عليه يوم 7 9 عشان اعمل له عمليه الطهاره عادي خالص زي اي حد. رحت للدكتور اللي كان اساسا اصلا مولدني، قال لي انا عندي دكتور ممتاز وتحت اشرافي واستشاري كبير هو اللي هيعمل للولد العمليه. قالوا لي الموضوع هياخد 10 دقايق وربع ساعه. دخلوا جوه في اوضه العمليات وفضلوا اكتر من ساعه الا ربع. فضلت طبعا اخبط على الباب وفضلت اسال الممرضين ايه اللي حصل وانا اتاخرت جوه كده. خرج من جوه الاوضه وقال لي انا حرقت الولد بالكامل، استخدمت جهاز الكي وحرقته بالكامل. رحنا حررنا محضر طبعا بالواقعه، والمحضر اتحول للنيابه وحولونا على الطب الشرعي. انا رايحه طاره عشان افرح بيه، هم قضوا على مستقبله ودمروا حياته. وبدل ما يروح يخرج ولا يروح مدرسته ولا يروح يتفسح، يروح بالطب الشرعي للنيابه للمحكمه. والناس دي لسه موجوده وبتشتغل وقاعده بيعملوا ايه؟ كل الناس اللي شافوه قالوا ما فيش اي علاج للموضوع ده، شدد ده حرق المنطقه بالكامل واستخدم جهاز كي المفروض اصلا انه ما يستخدمش، والعضو مش موجود اصلا، وقع من مكانه. انا ما عملتش اي حاجه غلط، انا رحت مستشفى بقاله 23 سنه فاتح، وده دكتور بقاله 40 سنه شغال. دمروا حياه ابني، عايزه اي حد من مسؤولين رئاسه الجمهوريه، انا كل اطباء وزاره الصحه يجيبوا لي حق ابني، ما دي بلده، يجيبوا لي حق ابني. واي حد عنده علاج يقول، اي حد عنده حل يقول، ارجوكم.